مشاهدينا الكرام مساعدتم صباحا، أهلا بكم من هذا الموعد الإخباري. بداية وبدعوة من أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ابتداء من اليوم في زيارة دولة إلى دولة قطر تدوم يومين، وتدخل الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين ودفع أطر التعاون الثنائي قدما بما يجسد متانة العلاقات وتجذرها بين قيادتي البلدين وشعبيهما. كما سيشارك السيد الرئيس في القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز التي تنعقد في الدوحة. وبين الجزائر والدوحة علاقات أخوية وآفاق تعاون وشراكات مربحة. حمزة أحمد بالقسامة. الجزائر الدوحة جسر للصداقة والتعاون العربي برؤى متطابقة لراهن ومستقبل البلدين في تطوير علاقة شعبين تجمعهما العروبة والإسلام. الجزائر وقطر مسيرة أمتين نحو تعزيز أواصر ولحمة الشعبين الشقيقين. عندما نتكلم عن العلاقات الجزائرية القطرية يجب قبل ذلك نتكلم عن تقارب الشعوب، وذلك البعد الثقافي والبعد الاجتماعي والبعد إن صح القول التاريخي ما بين الشعبين. إذن هناك تقارب سياسي، هذا ما سيعطي نفسا جديدا للعلاقات الجزائرية العربية، ونتكلم هنا عن العلاقات القطرية الجزائرية. تقارب لافت على خط الجزائر الدوحة في المرحلة الراهنة، وإرادة كبيرة للارتقاء بالعلاقات السياسية إلى مستويات أفضل تخدم المصالح المشتركة للجزائر وقطر في ظل تطابق وجهات النظر حول مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية، وفي واجهة الاهتمامات المشتركة تعزيز العمل العربي والمواقف الراسخة تجاه القضية الفلسطينية وتطورات الأزمة الليبية باعتماد الحل السياسي الذي يضمن الوحدة الترابية لهذا البلد الشقيق. تنسيق متواصل ومستمر بين البلدين، حيث أعطت زيارة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إلى الجزائر دفعا قويا للعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، اعتبارا من أن الجزائر دولة محورية في حلحلة الكثير من القضايا العربية. من دور الجزائر الإقليمي والعربي علاقات متميزة جسدت تعاونا اقتصاديا وثيقا بين الجزائر وقطر، حيث يعد مركب الصلب الجزائري القطري ببلارة مشروع استثماري ضخم بقيمة استثمارية تقدر بملياري دولار، والذي يجسد أوجه الشراكة الاستراتيجية الحقيقية بين البلدين. كما تضم الاستثمارات الثنائية مشاريع مشتركة في مجال الطاقة، البتروكيماويات، الأسمدة، الاتصالات، السياحة والخدمات. تصميم على مستوى عالي من قادة البلدين لإقامة فرص تعاون نوعية في ظل اتفاق تام وتطابق في وجهات النظر بخصوص التطورات الجارية في المنطقة والمستجدات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. في التعاون البرلماني وبمقر جامعة الدول العربية، يعقد البرلمان العربي اليوم مؤتمره الرابع لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية بمشاركة رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي. هذا ومن المقرر أن يناقش المؤتمر والوثيقة التي أعدها البرلمان العربي التي سترفع إلى القمة العربية القادمة على مستوى القادة العرب من أجل اعتمادها، وجاءت تحت عنوان رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن، حيث ستتناول أبرز التحديات والتهديدات التي تواجهها الدول العربية والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون في هذا الشأن، بما يسفر عن بلورة رؤية عربية برلمانية للتصدي لعديد التحديات التي تواجه الأمة العربية. في مجال الاستثمار، مصنع مختص في صناعة آلات ومعدات لقطاع الصناعة التحويلية والمجمعات الكبيرة المختصة في صناعة العجائن عبر الوطن بذرع السمار بالمدية، استثمار جديد من نوعه في الولاية يوفر مناصب شغل خاصة بعد رفع جميع العراقيل الإدارية. سهيلة سطورة.
بعدما صنع هذه الحاضنة للدواجن الأولى بولاية المدية، يعكف صاحب المصنع الخاص بتوفير المعدات والآلات الموجهة للصناعات التحويلية للمعجنات خاصة، يعكف على نقل خبرته الطويلة في هذا المجال إلى جيل الشباب. كنا نخدموا انكيباتور اللي خرج الفلالس، كنا خدمنا واحد صغير ولا هكذايا، جربناه ونجح وخرج قريب 90% يخرجوا، وقلنا نزيدوا نطوروا ونكبروا فيه شويه. انا حبيت نمد ليكسبيريونس تاعي هذه الناس واحد اخرين، بالاخص لي جون هذو اللي راهم حابين يتعلموا، نزيد نكونهم تيوريكمون باي ان شاء الله هذو اللي يخرجوا من اليونيفرسيتي واللي يخرجوا من هذو باش نعطيهم كاع المعلومات تاعي والاكسبيريونس تاعي. أفق واسعة تنتظر هذا المصنع والاستثمار الجديد بعدما رفعت عنه القيود. بعدما رفعوا القيود العراقية اللي كانت موقفة المشروع، قدموا لفابريكاسيون دي ماشين بور سيرفيس أغرو أليمونتير. من بين زبائن المؤسسة كل المؤسسات عبر الوطن اللي تقوم بالصناعة الغذائية. بدينا في الشهر هذا بسبب 7 عمال. نحن نطلقوا 30 عمل في حتى نهاية العام إن شاء الله. طموح هذا الشاب واعتماده على خبرة والده يرجح هذا الاستثمار لأن يكون مرجعا وطنيا في المستقبل. بدوره استعاد مصنع الأفرشة بتيسم سيلت نشاطه الاقتصادي، حيث تمكن من توفير عدد كبير من مناصب الشغل ورفع رهان النوعية والجودة، يقول يوسف طفرة. مصنع الأنسجة والأفرشة بعاصمة الوانشاريس تيسم سيلت مفخرة اقتصادية. استعاد مجده بعد سنوات من المشاكل التي كادت أن تعصف به، ليعود اليوم إلى السكة مواصلاً شق طريقه في عالم المنسوجات والأغطية. دخلت 20 عام، راني 54 عام، والحمد لله وكونت أولاد وقرأوا وراهم قابضين بلايس والحمد لله بفضل هذه المؤسسة. تيسم سيلت صغيرة بصح الأخر الوزين مشهور، لماذا بينا احنا نطلعوا ونزيدوا نطلعوا في المستوى؟ هذا العمود الفقري للولاية هذه، الوحيد المؤسسة الوحيدة اللي في ولاية تيسم سيلت، هذا هو المصنع هذا. النقطة الوحيدة اللي شوية راهي مأثرة فينا بزاف بزاف قطاع الغيار. كان بعض القطاع اللي لهنا نقدروا نخدموا به المواشين، بصح كان بعض القطاع في الشقر البحر من كيما نقولوا احنا خارج القطر الجزائر ما نطيقوش عليهم. المصنع الذي بدأ نشاطه في نهاية الثمانينيات عاد لتأكيد قوة المؤسسات الوطنية العمومية وتحكمها في النوعية والإنتاج. المؤسسة هذه عندها 1,000,000 كتان وبر اللي قادر تخدمه في السنة، كذلك 450,000 أغطية سنويا، كما لديها عدة عقود مع أسلاك مشتركة. القدرة الإنتاجية نتاعها قادر تفوت 50% اللي راهي دروك حاليا، تلحق حتى 80%. إن شاء الله بربي لو كان شوية يكون دعم في قضية قطاع الغيار يكون إن شاء الله إنتاج أكثر. هي الإرادة وشموخ أبناء الوانشاريس للحفاظ على ملكية المجموعة الوطنية والتموقع في السوق المحلية. دوليا وفي فلسطين أصيب العشرات من المحتجين بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في منطقة جبل صبيح ببلدة بيتا قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. وقد استخدمت قوة الاحتلال الغازات والرصاص في تفريق المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة 75 شخصا بينهم 22 أصيبوا بالرصاص المعدني، كما أصيب آخرون في مواجهات ببلدة بيت دجن وكفر قدوم شرقي قلقيلية. بالبرازيل ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات التي اجتاحت مدينة بيتروبوليس الجبلية والسياحية بولاية ريو دي جانيرو إلى 130 هالكا، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة هذه الأيام هطولا غزيرا للأمطار لم تعرفه منذ نحو قرن. هذا وتمكنت طواقم والإنقاذ من انتشال جثث 44 شخصا رغم تواصل هطول الأمطار بغزيرا
الوزارة ويتوقع تسجيل المزيد من الضحايا بسبب عدم استقرار التربة وتعطل جهود البحث عن ناجين بسبب سوء الأحوال الجوية. في إطار التحضير لألعاب البحر المتوسط، انطلقت أمس بوهران أشغال لجان تنظيم الألعاب المتوسطية بحضور رئيس اللجنة الدولية للألعاب دافيد تيزانو وأمينها العام فيليبو سيسيس وكذا محافظ الألعاب محمد عزيز درواز. الاجتماع ناقش عدة نقاط تخص الجوانب التنظيمية للمنافسة، حيث أكد رئيس اللجنة الدولية للألعاب حرص اللجنة على مرافقة الجزائر لضمان نجاح هذا الحدث الرياضي المتوسطي. يجب على الجزائريين أن يفتخروا بلجنة التنظيم والمجهودات التي تبذلها السلطات الجزائرية لإنجاح هذا الحدث. من جهتنا نحن مستعدون لإسداء كل النصائح والتوجيهات مع ضمان مرافقة دائمة للجزائر خلال تحضيراتها لهذه الألعاب، ونحن متفائلون بقدرتها على تنظيم جيد للدورة. زيارتهم تتواصل غدا إن شاء الله مع زيارة المنشآت الرياضية. كما قلت يعني هما جايين تقريبا أول مرة بعد تقارير اللي جاوهم من اللجنة التنسيق، وهذا يسمح لهم تكون عندهم رؤية شخصية كمسؤولين الأوائل تاع اللجنة الدولية، وهكذا يعني الفكرة ديالهم تكمل الفكرة تاع لجنة التنسيق وتكون يعني منسجمة كفكرة تاع اللجنة الدولية بصفة عامة، وحنا نزيد نتقدموا مع كذلك طلبة والنصائح اللي يقدمونا لكي يعني العمل يتواصل تجاه الأحسن تنظيم إن شاء الله للحدث العالمي هذا بالنسبة للرياضة الجزائرية. أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن موعد مباراة الجزائر والكاميرون لحساب الدور التصفوي الأخير المؤهل لنهائية كأس العالم قطر 2022، وتلعب مباراة الذهاب يوم الجمعة 25 من الشهر الداخل بملعب جابوما بدوالا على الساعة 6 مساء، على أن تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 29 من ذات الشهر بملعب مصطفى تشاكير بالبليدة على الساعة 8:30 مساء. وسيدخل أشبال المدرب جمال بالماضي في تربص تحضيري بعاصمة غينيا الاستوائية مالابو اعتبارا من 21 مارس قبل التوجه إلى مدينة دوالا الكاميرونية، فحظ موفق للمنتخب الوطني. كرويا دائما، ولحساب الجولة الثانية لمرحلة المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية، يواجه سهرة اليوم شباب الوزداد فريق الترجي التونسي بملعب 5 جويلية الأولمبي، وهذا في تمام الساعة 8 مساء. المقابلة ستكون منقولة مباشرة على القناة الأولى للتلفزيون الجزائرية. وبهذا نكون قد وصلنا إلى الختام، شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، ألقاكم بخير. We'll be right back.